قرارات وزير التربية والتعليم وبدء العام الدراسي 2020-2021، أهم القرارات وطريقة الدراسة، طريقة الامتحان، عدد الأيام الحضور، كل ده معانا النهاردة في خبرنا الأول من هذا الفيديو. أما موضوع الثاني النهاردة وهو 6 قرارات مترتبة على قرار قبول التصالح، أبرزها وقف تنفيذ العقوبة. أما الخبر المثير معنا النهاردة وهو طبيب بقصر العيني بيستخرج 6500 جنيه من بطن مريض في 4 ساعات، فهل بطن المريض كانت بالنسبة له أأمن من البنوك؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. فأهلا ومرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة، وإذا كنت أول مرة تشاهدني قناة مصادر الحياة شعارها هيا بنا نحيا الحياة بالجد والعمل والاجتهاد، وكل ما يهم حياتنا على قناتنا مصادر الحياة. لو بتشاهدنا أول مرة برجاء الضغط على الزر الأحمر الاشتراك أو سبسكرايب، فعل زر الإشعارات حتى يصلك جديد ما نقدمه على هذه القناة من كل ما يهم أمور حياتنا في شتى المجالات. وننبه بأننا قد أنشأنا من قوائم التشغيل أيضا لمن يشاهدنا من خارج جمهورية مصر العربية، قائمة تشغيل تسمى خدمات للدول العربية. أيضا إذا كنت عايز تشاهد الكثير من الأخبار فيشرفنا أيضا أن تزور مدونتنا هام أونلاين، والتي سوف أترك اللينك بتاعها أسفل الفيديو إن شاء الله تعالى. نبدأ بالخبر الأول النهاردة وهو أعتقد الأبرز والأهم والذي يهم كل بيوتنا إن شاء الله تعالى، نتمنى دراسة سعيدة في هذا العام، وهو قرارات وزير التربية والتعليم. القرارات أو الاجتماع اللي تم أمس أهم ما جاء فيه بداية العام الدراسي 17/10/2020 والمدارس الدولية يوم 15/9/2020. كان من أهم القرارات تقليل الكثافة عن طريق إدارة توزيع أو إعادة توزيع الحصص والصفوف من KG1 حتى الصف الثالث الابتدائي، يعني من الأولى ابتدائي حتى الثالث الابتدائي بيكون الحضور بتاعهم بيختلف حسب فترات المدرسة. فالمدارس ذات الفترة الواحدة هتبقى 4 أيام، أما المدارس اللي فيها فترتين فيبقى 3 أيام. أما الدراسة بالنسبة للصف الرابع حتى الصف السادس الابتدائي أيضا هتختلف حسب المدرسة. فالمدرسة ذات الفترة الواحدة هيبقى 2 يوم، والمدرسة ذات الفترتين هتبقى 3 أيام، ده مدة الدراسة. أما المدارس الإعدادية فهي من الصف الأول حتى الصف الثالث الإعدادي فيبقى الحضور 2 يوم، أيضا شبيه بها المدارس الثانوية من الصف الأول حتى الصف الثالث فيكون الحضور فيها أيضا 2 يوم. أما طريقة التدريس المناهج فتدرس بالطريقة الحديثة متعددة التخصصات، فمن الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي بيتم شرح جميع المناهج المقررة أيضا عن طريق منصة البث المباشر للحصص الافتراضية ومنصة study.ekb.eg ومنصة edmodo.org، ده طبعا إلى جانب التدريس في المدرسة أو الدراسة في المدرسة. فيبقى متاح للطلبة من الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي شرح المناهج بتاعتهم بكافة أنواعها على المنصتين، منصة study.ekb.eg ومنصة إدمودو، إلى جانب طبعا الكتب الإلكترونية والتي توفرها طبعا وزارة التربية والتعليم. أما من الصف الأول حتى الثالث الثانوي، من الصف الأول حتى الثالث الثانوي لن يتم طباعة كتب، وبتكون جميع المناهج وجميع الكتب على التابلت الموجود معاه. أيضا إضافة كتابين، الكتاب الأول اسمه القيم واحترام الآخر معا نبني، والكتاب الثاني بناء الشخصية الوطنية، وده هيبقى للثانوية المراحل الثانوية. أما الكتاب الأول القيم واحترام الآخر معا نبني هيبقى للمراحل الابتدائية والإعدادية. أيضا امتحان
يتم تصميمه، يتم الامتحان الكترونيا، وبيتم تصميمه بصورة الكترونية. يتم تصميم 4 نماذج امتحانات عن طريق انشاء بنك الاسئلة، وبيتم الامتحانات بنفس الصعوبة حتى يستطيعهم السيطرة على الغش. الثانوية العامة ما زال فيها التشعيب، فما زال فيها شعبتي علم علوم وعلم رياضة، علم علوم وعلم رياضة. أيضا الخبر الأخير أو معانا النهاردة أو الشيء الأخير اللي بنبع عليه في الخبر النهاردة، وهو بشرة لطلاب مدارس اللغات. مدارس اللغات كانت بتشتكي من عدم تعريب مادة الجيولوجيا، فالسنة دي هيتم تعريب مادة الجيولوجيا لهم. أيضا لابد أن تنتبه أن التربية الرياضية مادة نجاح ورسوب في صفوف النقل وليس في الشهادات، في صفوف النقل وليس الشهادات. بيتم تنظيم مجموعات تقوية لمراحل النقل بتشرف عليها طبعا المدارس. أما مراحل الشهادات زي الصف الثالث الإعدادي والسادس الابتدائي والثالث الثانوي، فيتم تشكيل أو تنظيم مجموعات تقوية للمواد في كافة المواد للطلاب، وبيكون المشرف عليها هي الإدارات التعليمية، هي الإدارات التعليمية. ننوه أيضا أنه يتم تخصيص 10% في كل مجموعة لأبناء الشهداء واليتامى، طبعا يكونوا معفيين من دفع الرسوم. نصيب المدرس من حصيلة هذه المجموعة التقوية بيكون 85% من الحصيلة، 85% من الحصيلة. أما الموضوع الثاني النهاردة المعانا المهم، وهو 6 قرارات مترتبة على قرار قبول التصالح أبرزها وقف تنفيذ العقوبة. الموضوع ده بيقول إن لو حصل قبول التصالح فهناك 6 قرارات مرتبطة أو تترتب على قبول التصالح. يعني لو واحد قدم على التصالح وتم القبول بيترتب على ذلك عدة أشياء، منها انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات، وحفظ التحقيقات في شأن المخالفة إن لم يكن قد تم التصرف فيها أي الحكم فيها. يعني يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص، يعني اللي هيحصل على موافقة من التصالح بيبقى كأنه حصل على ترخيص. رقم 5، في حالة صدور حكم في موضوع المخالفة بيوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، يعني وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في هذا الشأن. 6، تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها. ده كان الموضوع الثاني. أما الخبر الثالث أو الموضوع الثالث والمثير، وهو طبيب بقصر العيني بيستخرج 6500 جنيه من بطن مريض في 4 ساعات. والخبر منقول من اليوم السابع، وقال الدكتور عبد الرحمن مصطفى معيد بقسم الجراحة العامة بقصر العيني والذي قام بإجراء العملية أن المريض كان يعاني من آلام في البطن، وصرح المريض يعني أنه ابتلع مبالغ مالية على فترات، يعني على عدة مراحل، واتضح أنه يعاني ألاما شديدة في الأمعاء وفي البطن. بعد إجراء الفحوصات والأشعة تم إجراء العملية التي استغرقت 4 ساعات، وكانت حصيلة المبلغ الذي تم استخراجه من بطن هذا المريض هي 6500 جنيه ملفوفة في 4 لفافات، مما سبب له الكثير من المشاكل في الأمعاء. فربما اعتقد هذا المريض أن أأمن مكان اللي يحفظ فيه أمواله هي بطنه. فلكل إنسان فكره ولكل إنسان عقليته واعتقاده. في النهاية بنتمنى أن نكون وصلت لك معلومة خبرية تهمك في هذا الشأن وفي هذا الموضوع. وفي النهاية لا تبخل علي لايك شير، وأيضا لا تنسى الاشتراك في القناة، وإلى أن ألقاكم في موضوع آخر على قناتكم مصادر الحياة. هيا بنا نحيا الحياة بالجد والعمل والتفاؤل والإخلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.